والأمومة ما تحكاش لأي حد. ليه؟ لأن أنت ممكن تحكي لواحد صديق مثلا وفي قلبه مرض فيفسد حياتك الزوجية ويطلق زوجك منك، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. اخرج. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. سبحانك ربنا من تكلم علمت نطقه ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحل الزواج وحرم السفاح وجعل الزواج آية من آياته، فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. القائل صلوات ربي وتسليماته عليه: تزوَّجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. أما بعد، وأخذنا منكم ميثاقًا غليظًا، هذا هو عنوان حديثي مع حضراتكم في هذه الدقائق المباركة. أيها المسلمون، لقد خلق الله عز وجل الرجل وخلق من ضلع أبينا آدم زوجه حواء، فجعل الرجل لا غنى عنه عن المرأة والمرأة أيضا لا غنى لها عن الرجل، فبينهما التجاذب الفطري وهما متكاملان يكمل كل منهما الآخر. وجعل الإسلام الزواج السبيل الوحيد لإسعاد كل منهما الآخر ولبقاء الجنس البشري، وجعل الزواج سنة للأنبياء والمرسلين بل سر من أسرار الكون. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه: زُيِّنَ للناس حبُّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المُقنطرة من الذهب والفضة والخيل المُسوَّمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فقدَّم الله عز وجل النساء زينة النساء، وقال الله عز وجل: ومن كل شيءٍ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال الله سبحانه:
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وحث وبين أن الزواج سنة كان يقوم بها الأنبياء والمرسلون، فقال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. ويأتي قوم إلى النبي الكريم صلى عليه، والحديث يرويه البخاري عن أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عن عبادته كأنهم تقالوها، أي قالوا عبادته قليلة وأين نحن منه، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فشددوا على أنفسهم في العبادة. فقال أحدهم: أما أنا فسأصلي الليل ولا أرقد أبدا. وقال الآخر: وأما أنا فسأصوم الدهر، أي السنة كلها، ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: وأما أنا فسأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. ظانين أن هذا التشدد وأن هذا التعنت يقربهم إلى الله عز وجل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم وقال: ألا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، أي عندما يجامع الرجل زوجه، أيأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر؟ قالوا: يا، قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها في حرام، إن زنى وضع هذه الشهوة في حرام، أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إن وضعها في الزواج فله بها أجر. أيها الناس، ولا بد، وقد تفشت ظاهرة الطلاق في هذا العصر، أن نقف على أسباب الطلاق، فإذا ما علمنا بعضاً وشيئاً من هذه الأسباب قدمنا العلاج. وأول سبب من أسباب الطلاق يبينه المتخصصون: الاستعجال وعدم صبر كل من الزوجين على بعضهما. ما فيش صبر، ما فيش أناه، في تصيد للأخطاء، ومن هنا تكبر المشكلات وتتولد وتتفاقم فيحدث الطلاق. فأول سبب هو عدم صبر كل منهما على الآخر وتصيد الأخطاء، اللي احنا بنقول باللغة المصرية بتاعتنا التلكيك، كل واحد منهما بيتلكك للتاني. وعلماء السلوك والنفس يقول لك أهم خلق علشان الزواج يستمر التغافل. يعني إيه التغافل؟ مش تبقى مغفل، لا، متغافل. ما الفرق بينهما؟ التغافل دي بقى أنت عارف بس مش شايف، عامل نفسك مش شايف حاجة، بتضايق بس أنت مطنش، متغافل. التغافل هو الذي يحل ثلاثة أرباع المشاكل الزوجية. وفي ذلك يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يفرك، يعني لا يكره، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويرشد المرأة إلى ذلك أيضا،
إلى الصبر على الزوج وإلى مراعاة ذلك، فيقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. وشدد النبي الكريم على النساء على عدم طلب الطلاق بدون عذر وبدون سبب، ولذلك أي مشكلة بتحصل على طول الستة أو الزوجة تقول له طلقني في شدة الغضب، طلقني لو أنت راجل طلقني، وتنفخ في النار حتى يتلفظ الزوج بهذا اللفظ ثم يقع بعد ذلك الندم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس، أي من غير سبب، فحرام عليها رائحة الجنة. إذن أول سبب ما في الصبر، والحل لازم يبقى بالنا طويل، لازم كل واحد يصبر على الآخر، يطول باله، يتغافل عن بعض المشاكل البسيطة، ما يدققش على كل صغيرة وكبيرة، لأن لو كل هندقق على كل صغيرة وكبيرة وكل حاجة بسيطة هندقق عليها الموضوع مش هيمشي. والسبب الثاني عدم الخصوصية وتدخل الآخرين في الحياة الزوجية. لابد أن يكون هناك خصوصية بين الزوج وزوجه، ويبقى في حدود، ومش كل حاجة الآخرين يتدخلوا حتى لو كان الأب والأم. لابد أن يكون هناك حدود ومسافات يضعها الزوج والرجل، ولا يسمح للآخرين أن يتدخلوا، يبقى هم اللي يحلوا المشاكل بنفسهم، لأن لو كل مشكلة خرجت برة ستتفاقم الأمور وستكبر وسيضيع الحل وسيصل الأمر إلى الطلاق. ولذلك من هنا بنلفت الأنظار إنك ما تحكيش مشاكلك لأي حد، لابد أن تقص الأمر على ذي الكفاءة والخبرة والثقة، على ذي الكفاءة والخبرة والثقة. يبقى الحكاوي أو الأمومة ما تحكيش لأي حد. ليه؟ لأن أنت ممكن تحكي لواحد صديق مثلاً وفي قلبه مرض فيفسد حياتك الزوجية ويطلق زوجك منك، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. اخرج. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. صلى الله على رسول الله. كل يقعد، كل يقعد، كل يقعد. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. نيجي نتكلم على السبب الثالث من أسباب المشاكل الزوجية، أسباب التي تؤدي إلى الطلاق: سوء الاختيار. يعني إيه سوء الاختيار؟ في العصر اللي احنا فيه البنات أو الشباب يقول لك: أنا
عاوز شكل معين أو حاجة معينة، ولا ينظر إلى الجوهر. وفي ذلك يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي كتب الفقه ترشدنا الأئمة على أن الكفاءة معتبرة. يعني إيه الكفاءة؟ لازم يبقى فيه تقارب ما بين الولد والبنت، ما بين الزوج والزوجة، تقارب في الفكر، تقارب في الثقافة، تقارب في المستوى الاجتماعي. لأن لو في تفاوت في هذه الكفاءة هيحصل زواج لمدة بسيطة وبعد كده ستتفاقم المشكلات. قول للشافعية والحنفية بأن الكفاءة معتبرة. يعني إيه معتبرة؟ يعني لازم نخلي بالنا من هذا الأمر عند الزواج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلفت أنظار الناس إلى اختيار الزوج: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ومن الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق الغيرة المذمومة وسوء الظن وإفشاء الأسرار. الغيرة المذمومة يعني إيه؟ يعني هناك غيرة أو غيرة ترضي الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، والحديث رواه ابن ماجه: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يكره الله. يبقى الغيرة في منها اللي ربنا يحبه وفي منها من ربنا يكرهه. فأما الغيرة التي يحبها الله فهي فيما في الريبة، لما تشك في حاجة أو تشوف حاجة معينة لابد أن تغار هنا. وأما الغيرة التي يبغضها الله فهي في غير الريبة وسوء الظن، يبقى على طول متشكك في اللي معاه. هذا يؤدي إلى الطلاق ويؤدي إلى المشكلات وإفشاء الأسرار، ولا سيما في العلاقة الحميمية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها، ثم يخرجان يفشيان سرهما. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. ومن الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق الأمور المادية، وهنا نلفت الأنظار إلى أمرين. نلفت الأنظار إلى أنه يجب على ولاة الأمور النظر بهذا الاعتبار إلى الفقراء والبسطاء، فإن الغلاء المتزايد يؤدي في أغلب الأحوال إلى الطلاق، يكون سبباً بارزاً في الطلاق، فلا بد من التيسير على الناس في هذا الأمر. وإلى أيضاً الزوج والزوجة، ولا سيما الزوجة، نلفت نظرها إلى قول الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته. يعني لينفق ذو سعة من سعته، كل واحد ينفق على قده، ما تقارنش نفسك بحد، مش فلانة جابت وجابت وجابت وأنا عاوزة زيها. كل واحد ينفق مما آتاه الله، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهناك وأخيرا، وهذا هو العنصر الأخير، طرق للعلاج نستنبطها من أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأول طريق من طرق العلاج لعلاج المشكلات الزوجية المعاملة باللين. شوف سيدنا النبي بعد ما تسمعني الصلاة عليه يقول إيه؟ يقول ما نزع ما وجد اللين في شيء إلا زانه، وما نزع اللين من شيء إلا شانه، ما وجد الرفق في شيء السهولة إلا زانه إلا جمله، وما نزع من شيء إلا شانه. فلا بد أن يكون هناك لين سهولة. خيركم من يألف ويؤلف، ولا سيما ما بين الزوجين. ولذلك السيدة عائشة تقول ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده إلا أن تنتهك حرمة الله فيغضب ولله عز وجل، لكن عمر ما ضرب وجه ولا ضرب بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادم. كذلك من طرق العلاج إنك تساعد الزوجة. ممكن حد يضحك دلوقتي، أنا ساعد زوجتي؟ آه طبعا. السيدة عائشة تقول بعد ما تصلي على سيدنا النبي سئلت ماذا كان يصنع رسول الله في بيته، النبي كان لما يكون فاضي بيعمل إيه في البيت؟ قالت كان في مهنة أهله. يعني إيه في مهنة أهله؟ يعني في خدمتهم. فسرتها بعض الروايات قالت يخصف نعله، يجيب النعل ويخيطه ويلمعه، ويحلب شاته ويرقع ثوبه، فما فيش مشكلة أبدا ولا يقلل من رجولتك إطلاقا لو أنت فاضي وقمت ساعدت الزوجة في بعض الأعمال. وهذا من طرق علاج بعض المشكلات الزوجية. كذلك المعاملة بالحكمة، المعالجة بالحكمة ورجاحة العقل. نحكي القصة دي ونقول طريق كمان ونختم بيه بعد ما تصلي على سيدنا النبي. سيدنا أنس يحكي يقول النبي في مرة من المرات كان قاعد في بيت من بيوت زوجاته، وهو قاعد بعثت إحدى زوجاته الأخرى صحيفة أو إناء فيه طعام، فجاء الخادم بهذا الإناء الذي به الطعام ودق الباب وقعد مع أصحابه ودخل حط الإناء، وهو داخل الزوجة اللي هو في بيتها غارت دبت الغيرة فيها فضربت يد الخادم فوقع الإناء وانكسر ووضع الطعام على الأرض. لو واحد فينا هيعمل إيه؟ أقل حاجة يقوم يزعق ويكسر ويطردها بره وهيبهدل الدنيا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ قال غارت أمكم، يعني دبت الغيرة فيها، وقال للخادم أقعد استنى، ثم جمع فلق الإناء الذي اتكسر وحط الطعام اللي اتبعتر حطه فيه، وحبس الخادم يعني قال له انتظر حتى جاء بصحفة أخرى وأعطاها للخادم وحل المشكلة. يبقى لابد من المعالجة بالإيه؟ بالحكمة، بالروية وعدم العصبية. السيدة صفية رضي الله تعالى عنها دخل عليها مرة سيدنا النبي فوجدها تبكي بتعيط، فسألها لم تبكي؟ قالت إنهم يعيرونني ويقولون لي إنك لابنة يهودي، أنت بنت يهودي. فقال إنك لابنة نبي وعمك نبي وإن تحتك وأنت تحت نبي، يعني زوجك نبي، فبما يفخرون عليك؟ هكذا كانت الأمور تعالج بالحكمة وتعالج بالروية. وأخيرا من طرق العلاج المداعبة والملاعبة والمشاورة. يعني الواحد ما يبقاش خارج البيت مية مية مع أصحابه مبتسم الوجه، وداخل البيت عبوس يعني مضيق الدنيا، لا، لابد أن يكون هناك شيء من الملاطفة وشيء من الملاعبة. وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات يأخذ زوجتي ويتسابق معهن ويداعبهن ويضحك معهن ويندهن بأسماء محببة إليهن. كذلك المشاورة
يعني المشاورة في بعض الأمور لا بأس أن تستشير الزوجة، وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة صلح الحديبية. في صلح الحديبية سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية امتنع أصحابه عن تنفيذ الأمر، فدخل على زوجته السيدة أم سلمة وكانت معه، قال لا هلك أصحابي، فأشارت عليه بأمر ما فقام وفعل مثل ما أشارت، فقام الناس وتبادروا إلى تنفيذ أمره. يبقى الاستشارة لبعض في بعض الأمور للزوجات. ونسأل الله سبحانه ونحن في هذا اليوم الطيب الكريم الأغر أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يصلح بيوتنا. اللهم أصلح لنا زوجاتنا، ورب لنا بناتنا، ورب لنا أولادنا. اللهم اشف كل مريض مسلم يا رب العالمين. اللهم ارفع الكرب عن المكروبين، وأزل الهم عن المهمومين. اللهم أعط كل محروم، وأغن كل فقير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم ارفع الكرب عن كل مكروب يا رب العالمين. إن شاء الله يوم السبت القادم بكرة، لا بعده، سيقام في هذا المسجد المبارك احتفال بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهيبقى فيه إن شاء الله توزيع جوائز رمزية على الطلبة، نعمل مسابقة خفيفة كده، ويبقى معنا علماء ومقرئين، وإن شاء الله هتوزع جوائز على أهل الفضل والخير اللي ساهموا في إعمار هذا المسجد في النفقة عليه. معنا كده مجموعة إن شاء الله ناس أفاضل، هنوزع عليهم دروع مهداة من هذا المسجد، وإن شاء الله بعد إقامة الصلاة هنقعد مع بعض كده نقرأ شوية من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي بعد صلاة السنة. فاللي حابب يشرفنا يشرفنا، سائلين المولى سبحانه أن يعيد علينا وعلى حضراتكم وعلى الأمة الإسلامية هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يفرج جميعا كروبنا، وأن يشفي مرضانا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونستعيذ بك من الشر كله عاجله وآجله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.